أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. سبرينج رول بنكهة البرجر، وراح أستخدم فيه لقدر متعدد الوظائف من هوم إليك قصر الأواني. يلا نبدأ. فتحت القدر وبدأ يسخن، راح أضيف له شوية زيت، مكعبات البصل والثوم المهروس. أنا قربت ستاند عشان تبارك الرحمن تشوفون قوة الجهاز، للناس اللي يقولون مهو قوي ولا ما يطبخ، لا تفرجوا مع اني طابخة فيه قدامكم، بس من الخلف نوريكم. الان راح اضيف الدجاج المفروم او لحم مفروم، اذا ما لحم مفروم خلوه بقري. هالقدر كهربائي يا بنات احنا نسميه متعدد الوظائف، ليش؟ لانه يتيح لك 18 وظيفة مختلفة، ما بين انتم شايفين هنا، ما بين انه يحفظ لك الحرارة، تذوبين فيه الشوكلت، ممكن تحطين فيه دجاجتك ولا لحمتك، يعني يسوي لك مثل ما يسوي الميكرويف بالضبط، مأكولات خفيفة، كيك ويقلي، حتى المحلة للرز للطبخ، حتى تقدرين تسوين فيه الزبادي. طيب وش ميزته يا منيرة؟ أول شيء سعته 6 لتر 1600 واط، ضمانة 3 سنوات مثل أجهزة قصر الأواني كلها. عموما الجهاز آمن، كله ديجيتال مثل ما أنتم شايفين، كله عن طريق التتش. شكلها الخارجي مصنوع من السلستيل اللي هي الصواني حقته، بمعنى الكلمة يبرد يبرد القلب، وتجي من طبعا الشبوك هذه للقلي، أو تحطين عليها دجاج خضار اللي أنت تبينه. تبارك الرحمن درجة تحمير الدجاج، راح أضيف الآن بودرة البصل، بودرة الثوم، ملح وفلفل أسود، أقلبها 3 دقائق وخلاص نروح للخطوة اللي بعدها. بكل سهولة ينشال معي، راح أحطه هنا عشان يبرد، لأني أنا أبي يبرد قبل ما أخلط فيه الأجبان. برد عندي الدجاج ولازم يبرد عشان الأجبان ما تعجن. عندي هنا الشدر أبيض والشدر الأصفر، وعلى راحتكم تبون تحطون مخلل أو تبون تحطون الهلبين ومقطعته صغار. مثل أي طريقة عادية للف السبرنج راح ناخذ الحشوة ونخلي الشريحة على شكل مثلث، يعني نخلي الراس هنا، هذه أسهل، في طرق ثانية عاد أنتم براحتكم، وندخل الجوانب ونبرمها رول بهالشكل، الجوانب تكون داخل عشان يطلع شكلها مرتب. وبالنهاية هنا عندي خليط الدقيق والموية، وبكل سهولة وتطلع لي بهالشكل. سخن عندي الزيت وراح انزل فيه السبرينج رول. بس صراحة اذا كنتي تبينه برمضان تخصصينه للقلي عشان يشيل عن الفرن وغث الفرن، في شوربه وقهوه ومكرونه وماني عارفه ايش، اشياء كثيره. ميزته صفي الزيت اذا كان متوسخ ورجعيه مره ثانيه، وله غطاه ترطينه ويفتل نظيف. خلوني اوريكم اللون يا بنات، من ناحيه اللون كل وحده عاد على حسب اللي تحب هي وعائلتها، ناس يحبونها كذا شقره، انا لا احبها تكا اغمق شوي تطلع الذ. حارة بس خلوني أسمعكم القرمشة، سامعين؟ شوفوا تبارك الرحمن خيال الحشوة، خيال.